لدى استقباله سموه لوزير القوات المسلحة البريطاني، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أهمية التعاون بين الحلفاء والأصدقاء من الدول المحبة للسلام لتعزيز الأمن والاستقرار وإنهاء الصراعات والتوترات، لأن تقويضهما في أي جزء من العالم ينسحب أثره وخطره على باقي الدول، والبحرين تتطلع إلى فضاء عالمي أفضل من التعاون يسوده الفهم المشترك والمرونة. وشدد سموه على أن مملكة البحرين تتشارك مع المملكة المتحدة في النظر إلى الأمن والتنمية، على أنهما متلازمان ويؤثر كل منهما على الآخر، لذا فمجالات التعاون بين البلدين في هذا الجانب متسعة الأفق. مرحبا سمو رئيس الوزراء بالتطور المتنامي والتعاون الوثيق في العلاقات البحرينية البريطانية، فيما أشاد المسؤول البريطاني بحكمة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ورؤيته الثاقبة ونظرته الشاخصة والعميقة حيال الأوضاع والمستجدات. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضبية صباح اليوم السيد مارك لانكاستر وزير القوات المسلحة بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له. وخلال اللقاء أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الارتياح لمسار العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وما يشهد التنسيق الثنائي بين البلدين من تطور يعكس عراقة العلاقة بينهما الممتدة لمئتي عام، منوها سموه بما تشهد العلاقات البحرينية البريطانية من تطور كبير يفتح المجال واسعا أمام إدخال مجالات جديدة للتعاون بين الجانبين. وأكد سموه أن الثقة كبيرة في المواقف البريطانية المساندة دوما لمملكة البحرين، ونحن في المملكة داعمين ومساندين لأي توجه يخدم العلاقات الثنائية ويحقق المصالح المشتركة على كافة المستويات ثنائيا ودوليا. وقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع وزير القوات المسلحة البريطاني عددا من الموضوعات ذات الصلة بتطورات الأحداث ومستجداتها إقليميا ودوليا. وقد عرب وزير القوات المسلحة البريطاني عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة التي تربط بلاده بمملكة البحرين، منوها بما أبداه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من حرص على الارتقاء بمستوى التعاون البحريني البريطاني، مؤكدا اهتمام بلاده بأمن المنطقة واستقرارها.